ودعت الأوساط الرياضية البصرية العداد ولي السابق كاظم شنتا عقب صراع طويل مع المرض استمر لأربعة أعوام. شنتا الذي توفي عن عمر يناهز 60 عاما كان يعاني كثيرا في الأيام الأخيرة من حياته بعد أن استنفذ ما لديه من مال على العلاج في وقت أشاحت الجهات الحكومية بوجه رعايتها عنه. خسارتنا لا توصف. يعني الكابتن كاظم شنتا اللي قدم للعراق وقدم للعرب المستوى الإنجاز وانطى من جهده ووقته وعرقه وتعبه وعائلته، يعني ما شفنا أحد من المسؤولين طرق بابه وهو يعاني من مرض عضال. قبل لا يوصل إلى مرحلة العد التنازلي أنه سوينا له بالمحافظة، سوينا له معاملة بالمحافظة 3 أشهر وما إجا اسمه ومات وبعد اسمه ما إجا من المحافظة. أرد أسألهم أقول لهم لو هم يعني أي شخص هسه من أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس محافظة أو أي شخص كان بالدولة ما كان ثاني يوم هو دزول الخارج وعالج، ليش هذا الإهمال؟ الرياضيون توافدوا على مجلس عزاء بطل ألعاب الساحة والميدان كاظم شنتا وقلوبهم يعتصرها ألم الفراق على رحيله، معتبرين فقدانه خسارة لا تعوض، وهو صاحب الإنجازات العراقية والعربية وحتى الدولية. أنا واحد من الناس عاشرت هذا البطل وسابقنا سوية، لأن 2 نركض 400 حواجز، قمة بالأخلاق، قمة بالالتزام. كل الرياضيين الآن أنت إذا تنظر الفاتحة تلقاهم كل رياضيين ألعاب القوى، الكل جالسين، الكل تبكي على هذا البطل. عاش فقيرا ومات فقيرا العداء الدولي السابق كاظم شنتا، لكنه خلف أرثا كبيرا حافلا بالإنجازات الدولية والمحلية في سجل الرياضة العراقية. وتشهد على ذلك ملاعب الساحة والميدان في مدينتي قبل غيرها من المدن الأخرى عندما كان لاعبا يخوض عليها أقوى مسابقات الجري محرزا أرقاما قياسية مهمة لبلاده، ومنها أيضا خرج العديد من أبطال الساحة والميدان حينما كان مدربا إلى أن انتهى به المطاف رئيسا للاتحاد الفرعي للرياضة التي أحبها وورث حبها لأبنائه. شاركت ويا كاظم شنتا أنا في دورتين عربية مدرسية، الأولى 1973 في بيروت وحقق فيها المرحوم كاظم مساهمة ذهبيا في ركض التتابع 4x400 متر، إضافة إلى مشاركتي في بطولة آسيا المصغرة التي أقيمت في طهران وحصل فيها على وسامة ذهبية. رحل كاظم شنتا غير أن مسيرته الرياضية التي تخطت 4 عقود سيبقى صداها في هذه الملاعب التي ستشتاق لصافرته كثيرا. من مدينة البصرة سعد قصي، الحرة.